Let's go. صباح الخير عليكم أينما كنتم على أرض الله الطيبة. يا رب يكون يومكم جميل وسهل، ورب يخلص وانتم راضين. أنا العم مانجا وهقدم لكم دلوقتي فقرة صباح الجيمينج، برنامجكم الإخباري اليومي عن كل ما يخص عالم الفيديو جيمز. قبل ما نبدأ برجاء تعملوا لايك على الفيديو لو عجبكم، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان تتابعوا محتوى القناة أول بأول. وتستمر الإصدارات الجيدة هذا الأسبوع بعد أن حصل الريماستر لعنوان Dead Rising لعبة الأكشن أدفنشر، واللي أصدر أصلياً في عام 2006 من كابكوم على معدل تقييمات 83 على موقع ميتاكريتيك. العنوان متاح على البلاي ستيشن 5 والأكس بوكس سيريز والحاسب. أعلنت نينتندو عن إضافة حزمة من ألعاب السوبر نينتندو إلى خدمة النينتندو سويتش أونلاين، واللي بتضم الجوهرة المخفية ولكن على فكرة صعبة جدا باتل تودز دابل دراجون، ولعبة سباق السيارات بيج رون، وكوزمو جانج بازل، وأخيرا لعبة الدوج بول. قبل أن تقوم سوني بإعلان رسمي، ظهر تقييم عمري لعنوان ريماستر لحصرية سوني هورايزن زيرو دون لعبة تقمص الأدوار والأكشن أدفنشر في عالم مفتوح، ودوت حصل على موقع هيئة التقييم العمري الESRB. العنوان واللي أصدر عام 2017 نال تحديث تقني لجهاز بلاي ستيشن 5 من قبل، وأيضا أصدرت له نسخة على الحاسب مؤخرا. مرة أخرى تثير إشاعات النينتندو سويتش الجديد زوبعة بل وعاصفة هذه المرة، بعد أن ظهر سلسلة من الصور المسربة اللي نشأت على موقع تواصل اجتماعي صيني وتم مشاركتها مؤخرا على موقع ريدت، ويبدو أنها تكشف عن تصميم جهاز السويتش الجديد. الصور تتضمن صورا مصممة بالحاسوب وصورا يزعى منها حقيقية لنموذج أولي للجهاز. من الصور أكتر شيء بارز هو حجم الشاشة، واللي يبدو أنه هيكون 8 بوصة، أي أكبر بنسبة معقولة جدا من الجهاز الأصلي وأكبر بواقع بوصة من جهاز الأولاد. ويبدو أيضا أن الجويكون سيحتفظ تقريبا بتصميمه الأصلي مع بعض التعديلات في الأزرار الخلفية وزر كبير لفصله عن الجهاز. واضح أيضا أن سيتم تركيبه على الجهاز بواسطة المغناطيس وليس الزحلقة. وفقا للصور سيأتي الجهاز بمدخلين USB فوق وأسفل الشاشة، وأخيرا سيحتفظ بنفس مسند جهاز الأولد. بينما طبعا لا توجد طريقة للتأكد من صحة أي من تلك الصور، ومن نشرها بطبيعة الحال لم يقدم دليل، لكن تعليق منفصل من رئيس شركة جيك شير واللي بتصنع اكسسوارات طرف ثالث لأجهزة الألعاب، قال إن الصور تطابق ما يعلموه بالفعل عن تصميم الجهاز، مما يعطي هذه الصور جزء من المصداقية، ولكن طبعا الله أعلم ونتعامل معها كأنها إشاعة. بالنسبة لمواصفات الجهاز التقنية، ففي تسريب منفصل على نفس الموقع جاءت على النحو التالي: الجهاز هيجي ب 12 جيجا بايت رام، هيبقى فيه سعة حفظ 256 جيجا بايت، هيستخدم شريحة انفيديا T239، ودي تعتبر ترقية للشريحة المستخدمة في السويتش العادي. طبعا الجهاز هيعمل دعم للأميبو، ولسه هيحتفظ بالجاك بتاع السماعات، وديت حاجة حلوة الصراحة، وأيضا طبعا هيبقى في تاتش سكرين، وحجم أكبر على النحو اللي احنا قلناه 8 بوصة، يعني زي ما انتوا شايفين كده أكبر بنسبة معقولة جدا من شاشة الجهاز العادي. تاني نتعامل مع هذه المعلومات على انها إشاعات لحد ما نينتندو تؤكد بشكل رسمي بالظبط ايه مواصفات الجهاز وايه شكله. وبكده نبقى وصلنا لنهاية جولتنا النهاردة، اتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بيها وان نهاركم يكون جميل ومنور. شكرا للمشاهدة ونشوفكم على خير إن شاء الله.